بابا ما كان بده حدا يعرف إنه هو قاعد هنيك، يعني رح يشرح للكل عن السبب لما يرجع وغيره. شو شفتي وشو سمعتي؟ سمعت إنه هو هو اللي قتله. جمال آغا أبوك اللي قتله. وشو كمان؟ ما سمعت أي شي تاني صدقني والله العظيم. عمو عدنان عم توجع لي إيدي. يا الله والله أنا رح جن. لوين بتكون راحت هالبنت؟ أكيد رح ترجع زمرد خانم، طولي بالك. ليلى هي اللي بتعرف وينها، وهلأ رح تحكي لنا ما هيك؟ جاوبيني، انتي لوين أخدتي زهرة؟ من الصبح لهلأ ما طلعت خطوة لبرا. اسألي الكل ليكن قدامك. بنتك هربانة يا ملك، بلا ما تتهميها على الفاضي. زهرة ما بتعملها، ليش حتى تهرب ولوين بدها تروح؟ اليوم الصبح زمرد عصبت عليها شوي، بلكي كانت متضايقة منا. ايه بس كل القصة اني قلت لك لي، وهي قالت لي انه ما بدها الولد وبدها اياه يموت، مشان هيك عصبت شوي. حتى انت زمرد خانه؟ صباح انا كمان حكيت معها بس ما كانت متضايقه ابدا. وينو عدنان؟ يمكن هو الوحيد يلي بيعرف وين زهره هلا. عدنان شو بيعرفه وين راحت؟ ما نو فاضي لهالحكي، عنده شغل. انا شفتكم امبارح بالليل، شو كنتوا عم تحكوا بهداك الوقت؟ لوين راح عدنان؟ شو بيعرفني، ما قال لي شي، حمل حاله وطلع. بهي اتصلي بعدنان، خليه يدور على زهرة عجلي. أنا لازم خبر الشرطة. أنا كمان جاية معك. لا تتركني عمو عدنان، استنى شوي، بخاف ضل حالي هون. الله يخليك عمو عدنان، بترجاك لا تخليني هون لحالي. أمي عدنان، الكل حس بغياب زهرة وعم يدور عليها. ملك راحت على المخفر ومرت عمي سألت عنك. تعا بسرعة وإلا رح يشكوا فيك. ماشي. عمي عدنان الله يوفقك، افتح لي الباب الله يوفقك. عمي عدنان، معقول مستكترين علي أحزن على أبي؟ جلال جاي هلأ ليقتل لي أخي كمان، ويمكن يقتله قبل ما أعرفه مين. كله بسببي، كل هالشي اللي صار كان من تحت راسي. يا ريت ما إجيت لهون أبدا، وما توسلت لعزت وعمي منصور إنه يساعدوني. وقتها جلال وأهله ما كانوا وصلوا لعندي، وأبوكي كان رح يعيش. أصحك أصحك، تلومي حالك مرة تانية. أنت كل اللي بدك إياه أنك تعيشي، بدك تخلصي من ظلم الناس عليك. بس هدول العالم مستعدين حتى أنه يقتلوا كرمال قصة ما لها أساس من الصحة. عيونهم مغمضة وقلبهم معمي وما عندهم أي رحمة. أصحك تلومي حالك مرة تانية، عم تفهمي؟ جلال رح يقدر يلاقي أخوكي. والله كتير خايفة، يعني لهلأ أنتي ما بتعرفي مين هو؟ لهلأ ما بعرفه،
بس لازم لاقيه قبل ما يلاقيه جلال ويخلص عليه ويقتله، لأنه هو الوحيد اللي بقيان لي من كل عائلتي. طيب شو راح تساوي؟ بدي روح لعند أمي، يمكن تكون بتعرف شي عن أخي وتقلي إياه. رشيد أفندي؟ نعم يا ولد. إذا بتسمح، فاضل بيك جاي لهون ليقدم لك مناقصة الأرصفة وياخد موافقتك عليها، خليه يفوت. شو هالحكي؟ خليه يتفضل. أهلا وسهلا. اتفضل. مرحبا رشيد أفندي، كيفك؟ أهلا وسهلا، نور المكتب. والله المنصب لابق لك يا رشيد أفندي. بتشكرك كتير من ذوقك، الله يرضى عليك. والله كل العالم بتقلي نفس الحكي، بتحس انه انا خلقت لأستلم مناصب مهمة بهالبلد. طبعا مبين المناصب خلقت لك رشيد افندي. بفضل شكراً. حضرتك هارملي رح تتعرف على رئيس بلدية مثالي. ايه لكن تركيا كلها حتى كل العالم رح يسمعوا باسمك رشيد افندي، وطبعا الكل رح يعتبروه قدوة. ايه طبعا. بإذن الله الكل رح يسمعوا باسم هارمنلي على إيدك أنت، مو بس بتركيا، رح يجوا من الفضاء ويقولوا مين هذا الزلم الخارق يلي عم يحكوا عنه تحت على كوكب الأرض. ابن عمي مهضوم شوي، بيحب المزح. خلينا نحكي بالشغل هلأ. هذا هو عرضنا. إيوة، لنشوف هالعرض تبعكم وندرسه منيح. شو نسيان؟ هي رشوة! انت عم تعرض رشوة على رئيس بلدية شريف نظيف مثل رشيد كارا، شو هالحكي هاد؟ هي مانا رشوة أبداً، هي هدية بسيطة وحبيت اهديها. بالله جد؟ لحظة حلمي، هات لشوف عنك. هيك لكن، يعني أنا كمان بصراحة بالبداية فكرت مثل ابن عمي حلمي، بس هلا لما قلت أنه هي هدية الوضع اختلف. بلا ما نخجلوا للأفندي ابن عمي. طيب مقبولين، يعني بصراحة بيسعدنا دائما أنه نستقبل هيك نوع من الهدايا تعبيرا عن المحبة. فضل عود، رح نلتقي كتير بالمستقبل، وأملي كبير أنه نكسب هالمناقصة. ما بدي أعطلكن أكتر من هيك. شكرا كتير يا أخي، بانتظارك بأي وقت. الله معك، بالسلامة. أهلا وسهلا، نور المكتب. شكرا. أهلا وسهلا. لك أنت مجنون، ليش هيك أخذت المصاري؟ أرجيني هالعرض بالأول. شوف شو؟ لك هذا عاطي أعلى سعر للمناقصة، من المستحيل إنه هدول يكسبوا أبدا. رح نديله مشان ياخد مصاري. على هون شو صار لك هلأ؟ عيب، ما فينا نرجع الهدية. شو بده يقول عنا الزلمة؟ رح يقول هدول قليلين ذوق، رح نقبلها ونتمتع فيها ونقول له شكرا وبعدين بنشوف. بس هي مو هدية، هي رشوة مقابل مناقصة غير قانونية، ما فيك تمشيها ابدا. ابني هلا خلينا ندقق بهذا العرض، دققه لشوف. لك يلا. دخيلك يا ربي ساعدني. ملك، شو الموضوع؟ زهرة ما خبرتك وينها؟ ما حكتني، وما حدا بيعرف عنا شي. ابنه الشرطة قال لازم يمر 48 ساعة على غيابها لحتى يبلشوا يدوروا عليها، ما رح يعملوا أي شي هلا، وما حدا منهم قال إنه بده يساعدني. طيب لا تاكلي هم، نحن فينا ندور، مستحيل تكون بعادت كتير، رح نلاقيها. عدنان لا قوة دخيلكم، لا تنسى إنه حفيدي ببطنه. لا تقلقي مرت عمي ولا يهمك. يلا. طبعا بتلاقيها، لانه انت اكثر واحد بتعرف مكانها. عزات شو عم بتقول؟ كيف بتطلع من البيت لحالها ومن دون ما تقول وين هي؟ انت كيف ما انتبهتي لبهيه؟ وانا شو دخلني مرت عمي؟ هي طلعت على المشفى ورستم اجا واخذها من البيت. وانتي كمان لا تقلقي كل هالقد، هي مو اول مرة بتعملها، بكرة بترجع لحالها على القصر، انتو صايرين بتزودوها كتير. عمو عدنان!
ما في حدا هون، طلعوني من هون. أمي تعالي لعندي بسرعة وخلصيني. أمي يا ربي دخيلك وين بدها تكون راحت. بترجاك رجع لي بنتي قبل ما يصير لها شيء. لا تتضايقي ملك، رح لاقي زهرة. إذا بتحبي أنتي روحي على القصر، أنا بجمع رجالي ومنروح مندور. لا أنا رح أبقى معك. زهرة ضايعة وبدك يعني روح واستناك بالقصر، أنا رح ضل معك لحتى ترجع لي بنتي. أمي لو سمحتي حاولي تتذكري، ليكي أبسط تفصيل ولو صغير بيتعلق بمرته لأبي القديمة ممكن يفيدني. شو بيعرفني بنتي؟ لما كان معي ما حكى لي ولا مرة عن مرته ولا مين بتكون. طيب بابا ما في حدا بيعرفه؟ يعني قصدي أنا قبل ما يتزوجك. جلال هلأ عم يدور على أخي وبده ينتقم، وأنا لازم أعرفه لحتى نبهه. أمي لو سمحتي لا تخبي عني أي شي بتعرفي. صدقيني أنا ماني مخبي عنك شي يا بنتي، أنا لا بعرف مين أخوك ولا شي تاني. وشو ساوي هلأ؟ بابا مات وتركني، صدقيني ما فيني اتحمل خسارة الاثنين. بنتي لو سمحتي لا تضايقي حالك، ما بتعرفي شو بيصير. منصور كان عنده وحدة بتقرب وأنا بعرفها، بس إن شاء الله تكون لساتها عايشة، وإذا قدرنا نوصلها رح تقلك مين مرته لمنصور ودلنا عليها. شو صار ابن العم؟ شباب وقف وقف. لك شو في ابن العم؟ طفي لي هالسيارة ونزل لشوف. لك ها بس فهمني ليش وقفنا؟ انت شو بدك من هون؟ تعال. ليك شلون؟ حلو كتير ما؟ لك ايه حلو، بس انت شو بدك فيه؟ هذا رح يكون بيتنا، لازم نسكن ببيت محترم يليق برشيد رئيس البلدية، ولا شو رأيك؟ ضحكني يا ابن العم، انت عندك بيت مثل الفلة، في انجاج وبيت للحطب وجنينة ومرتب وبياخد العقل. لا تحكي شراوي غربي وتطلع لي خلقي حلمي. حلوة يكون ببيتي انجاج، حلوة بحق رئيس بلدية على سنه رمح. ابني نحن هلأ العين علينا، لازمنا بيت غير شكل لحتى نقدر نسكنه. والله الحق معك، بس انت يعني لسه في معك مصاري لحتى تشتري هيك بيت؟ لك ابني شقفة مناقصة، ما أنا محرزة، شفت الهدية اللي اجتني والمناقصات جاية. لك يا ابن العم بس هي اسمها رشوة، ما لازم تقبلها أبدا. لك يا حلمي يا بغل لا تعفس وتخلط الحابل بالنابل، ركز وفتح مخك فهم. ركز معي، هذا اسمه شغل مو رشوة، الشعب ليرتاح وينبسط عم يعطينا هدية لنمشي له أموره. ايه وإذا رفضت هالهدايا بيزعلوا منك، بيحسوا إنه مقصرين، نحن منشتغل والشعب بيقدم لنا بهالهدايا. لسه عنا شغل كتير لحتى نشتغله حلمي، عنا شغل كتير. طب قسم لي أسعار البيوت بهالمنطقة، افتح لي الباب. تفضل ابن العم. سيادتك يا بغل. تفضل سيادتك. ملك ما أنا هون، خلينا ندور عليها برا. يمكن تركت رسالة أو ملاحظة، خلينا ندور هون بالأول. أنا حاسس إنه هيك عم نضيع وقتنا، بهي الحالة ما عاد فينا نلحق زهرة. زهرة بتكون بنتي، وأنا متأكدة إنها ما بتعمل هيك شي لحالها، أكيد في حدا جبرها لحتى تطلع من هون. زهرة ما بتهرب، رستم قال إنها رجعت لأنها نسيت الطوق بالغرفة. الصبح أنا عطيتها الطوق وكانت حابة تهديك إياه، مستحيل تهرب وهي كل همها توصل لك الهدية.
إذا رجعت لحتى تجيب الطوق معناتها هو هون. ممكن تقلي كيف شكله حتى دور عليه ولاقي. يا ربي زهرة وين ممكن تكون هلا؟ ما كان لازم أتركها، كان لازم ضل معه. أنتِ مالك ذنب يا زمرد خانم، حاجة تقهري حالك. هالبنت ما بتعمل إلا اللي براسها، حياتها ما ردت على حدا. لا لا، أنا بعرف إني غلطانة، أنا خايفة لا سمح الله يصير شي على جمال الصغير. عدنان لهلأ ما خبرنا إذا لقاها، كيف نحن بدنا نعرف شو عم بيصير؟ راحوا عبيت الجبل ستي لورين، لو لاقوها كانوا اتصلوا. بس لا تقلقي، أكيد بلاقوها، البنت حامل وما فيها تبعد كتير. روقي. مو هون، معناتها أكيد رجعت على البيت وأخذت الطقمة. بس مرت عمي قال ما شافتها، إذا رجعت على البيت المفروض تكون شافتها. عم تسأل إذا في أي أخبار عن زهرة. خبريها إنه ما لقوها. زهرة وينك يا بنتي؟ أنا متأكدة إنها مخطوفة. شو صار؟ لقيتك انتي الصغيرة؟ لا لهلأ عم ندور. لا أكيد صار شي. حفيدي حفيدي شو صار فيه؟ مات ولا عايش؟ يا ربي دخيل. لا تفاولي وتبكي من هلأ زمرد،
رح يلتقوا إن شاء الله. دورتوا عليها منيح؟ طيب رحتوا سألتوا بالكراجات؟ ممكن تكون هربت وسافرت على اسطنبول. زهرة ما بتروح على اسطنبول لحالها، ما بتعمل هيك شي. وانتي قلتي انه زهرة ما رجعت على البيت، بس زهرة رجعت لهنيك لحتى تجيب الطوق، والطوق ما انه موجود بالبيت. انا كنت اخذت الدواء ونمت، اذا اجت وانا نايمة ما بعرف. عدنان شو عملت؟ بشو عم تفكر؟ شو بدي أعمل يعني؟ دورنا أنا وملك وعزت عن زهرة للصبح، ما عاد أعرف كيف بدي أتصرف، رح ينكشف الملعوب. ما عنا غير حل واحد، نحن صرنا مضطرين هلأ إنه نقتل الاثنين. زهرة شو دخلها؟ سمعت كل حكينا. هي بس سمعت قصة أبي وجمال، بس ما سمعت إني ماني ابنكم. وكيف رح تتأكد؟ شو عرفك؟ ما رح تجي وتقلك إنها بتعرف. هديك الفصعونة حية مثل أمها. ليك عدنان لا تخاطر، القصة مو لعبة. إذا هي سمعت وعرفت الحقيقة أكيد رح تحكي كل شي لأمها. ما عاد في حل غير إنها تموت. لا أمي، ما فيني أعمل هيك. لك أنا بعد ما قتل زهرة كيف بدي أطلع بوش ملك؟ لهالدرجة عمتلك على قلبك هالحية اللي اسمها ملك؟ أنا وإنت ما فكرت فينا؟ بركي انكشفت الحقيقة، وقتها شو بدنا نعمل؟ شو رح يصير فينا؟ إذا أنت ما بدك تعملها، أنا بعملها. بقتل الاثنين. ما عاد فيني أتحمل أكتر، بعد اللي بنيته بهالسنين، ما فيني أخسر كل شي بلحظة. لازم يموتوا هدول الاثنين. زهرة مستحيل تكون اختفت أو هربت، على القليلة كانت اتصلت فيني وخبرتني عن مكانها لأنه بتعرفني رح أموت من الخوف. بنتي يمكن تتصل، طولي بالك شوي. خالي فاطمة ما عاد عندي صبر، ما عاد فيني استنى زهرة، ما بعرف وين موجودة ومع مين قاعدة، بدي دور عليها. ما عنا حل غيره عدنان. المهلة اللي اعطتها الشرطة رح تخلص، ورح يدوروا على زهرة بكل مكان، وأول مكان رح يدوروا فيه هو بيت الجبل. وإذا لقوا غانم مربط هنيك، انت رح تفوت على الحبس. وكل قوتك هي وسمعتك وأغويتك رح تخسرهم بلحظة. هاد اللي بدك يا ها؟ وملك اللي بتحبه ما رح تطلع بوشك مرة تانية. انت مجبور تقتل هدول الاثنين. موضوع غانم عندي، وانت شغلك تخلص على زهرة. يلا استعجل عدنان. عنا حل غيره عدنان. المهلة اللي اعطتها الشرطة رح تخلص، ورح يدوروا على زهرة بكل مكان،
وأول مكان رح يدوروا فيه هو بيت الجبل، وإذا لقوا غانم مربط هوني أنت رح تفوت على الحبس، وكل قوتك هي وسمعتك وأغويتك رح تخسرهم بلحظة. هاد اللي بدك ياه؟ ها؟ وملك اللي بتحبه ما رح تطلع بوشك مرة تانية. أنت مجبور تقتل هدول الاثنين. أنا رايح على بيت الجبل. تمام، بروح معك؟ زهرة ببيت الجبل؟ خلص، أمي بتروح معي ومنفهم منهم إذا كان بدهم شيء. أمي، في حدا بالطابق الثاني، قبل شوي أنا شفته. ألو عزت، أنا ملك، في سؤال محيرني شوي. ممكن اختفاء زهرة بهاي الطريقة يكون لبهي خان ومعدنان علاقة فيه. قوي حالك زهرة، أنت قوية، أمك ما رح تتركك لحالك، أكيد رح تجي وتطالعك، رح تجي، أوعك تخاف. عمو عدنان، انت اجيت لتطالعني من هون؟ رح تطالعني ما هيك؟ عمو عدنان، أمي هلأ بتكون خايفة كتير علي، وبتكون قلقانة ومرعوبة وعم تدور علي. عدنان، كنت بعرف انك وراء اختفاء زهرة. في شي اخبار جديدة؟ لا. بهي خانم وليلى وينه؟ ما بعرف، بهي طلعت لترتاح لأنها تعبانة. عادي ليلى، ما ضل عنا وقت كتير، انتي هلأ لازم تساعديني. مرت عمي، قولي لي شو اللي مطلوب مني وأنا بعمله. أنا بردانة كتير هون ومرعوبة كمان، لو سمحت طالعني من هون، لا تتركني لحالي. عمو عدنان، لا تتركني لو سمحت، خدني لعند أمي.
عمو عدنان. زهرة، راح تضلي هون. عمو عدنان، الو هارون، بتجيب لزهرة أكل وبطانية بسرعة. حاضر أغا، رح جيبهم واجي. ما ضل عنا حل تاني، لازم نستعجل لحتى نقدر نتخلص من هاي المصيبة. إذا عمي غانم رجع على القصر تنتهي أغوية عدنان، وأنا وإنتي وعدنان منتقلع ومنخسر كل شي. فهميني مرت عمي شو المطلوب؟ إنتي بتعرفي شو ما كان أنا مستعدة ساعدكم. روحي بترخص للآغا. هالحكي هلأ ما بيفيد منوم. أنا وإنتي رح نروح على بيت الجبل، وبدنا نعمل كل شي لحتى ما نخلي غانم يطلع من البيت، وما لازم يضل له أي أثر بالبيت. رح نحرق البيت ومنخلص من غانم، وبتروح معه الحقيقة، وهيك كلنا منرتاح من هالمصيبة. ملك، لوين رايحة؟ وزهرة شو رح يصير فيها؟ عدنان رح يقوم بهالمهمة، وعلى الأغلب خلص عليها هلأ. يا حبيبتي بعد شوي رح اجي وطالعك، لا تخافي يا عمري. يا ربي دخيلك، وين هالبنت؟ وين زهرة لك هارون؟ ها؟ وين البنت؟ احكي. ما بعرف عنا شي بنوب يا اغا. على مين عم تضحك انت ولك؟ الاكل والبطانيه لمين لكان؟ كان رح يجيني ضيوف يا اغا، كرمال هيك جبتهم، وعدنان اغا كمان عنده خبر. طيب
جايبوا هذا الطوق؟ شو كان عم يعمل بسيارتك؟ احكي. حبيبي عدنان، منشكر الله ومنحمده. ليش خايفة كل هالقد؟ أنا منيح ما فيني شيء. طبعاً راح تكون منيح، ومثل الحصان كمان. معقولة تكون موجوع من رصاصة صغيرة؟ ابن ابني غانم وابن كنتي بهية، حفيدي عدنان من اليوم راح يكون بهي العشيرة وهي العيلة الآغا، الآغا اللي منحترمه كلنا. أنت ابني اللي ما عندي غيره، ولي العهد وحامل اسمي واسم عيلتي. وقت الجد مالي غيرك، وكل شي بيرخص لك يا روحي. ما فيني أعمله. انزلي فكي ايديه. يلا شبكي ما تساعديني. يلا يلا اسحبي. فيك تستعجل شوي كمان الله يخليك. جوا النار صارت جاهزة منيح، وهلأ رح نروح على القصر لأنه بكرة رح يكون عنا شغل كتير مشان جنازة عمك. يلا يلا أمي ردي على التليفون. ما عم اسمع شي مرت عمي، شو عم بيصير جوا؟ اصبري كمان شوي رح نخلص من المصيبة اللي فوق روسنا. عدنان يا ترى شو عمل؟ ان شاء الله يكون قتلها. جابا لهون هالحية؟ اجيت يا عمري؟ زهرة؟